بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو القبر اللي غادي نعس فيه أنا أنثى أنثي أيها المؤمن أيتها المؤمنة. ورحم الله من قال: تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيه بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة كلا، ولا ترد الهموم بباله، ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. لو كان يعيش الانسان ألف عام وعمر المرض ما يجيه، وعمر شي حاجه ما تخص الخاطر ديالو، وعمر شي حاجه شي 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 سوء ما يجيه، وعمر شي حاجه ما تجيه، معناه دائما مبرع في الدنيا. وحيت يتحط في القبر هادشي كله ديال ألف عام تيمشي يطير قدام ليله وحده. الى الانسان في الحياه ديالو تيمشي يضيف عند شي واحد وتينعس يقول لك ما جانيش النعاس لان تبدل لي الفراش ديالي، هذا غير من فراش لفراش، فما بالك اللي غادي تبدل من الحياه لحياه، من الحياه الدنيا الحياه البرزخيه اللي هي القبر. فلهذا خصنا نوجدوا لهذا القبر هذا باش نكونوا فيه سعداء ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.